بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع هذه المحاضرة راح يكون حول channel coding أو تشفير القناة. بالحقيقة من فوائد channel coding هي الحفاظ على المعلومات من تأثير الضوضاء والتشويش والتداخل وما إلى ذلك. أيضا من فوائد channel coding هو الحفاظ على سرية المعلومات من الطرف الثالث. بالحقيقة بهذا الدرس راح نتناول كيفية الكشف عن الأخطاء، يعني راح نتناول الشفرات اللي تمكننا من الكشف على الأخطاء وأيضا تصحيح هذه الأخطاء. الفكرة الأساسية وراء شفرات الكشف والتصحيح هي استخدام بتات إضافية مع الانفورميشن بت العدي، بحيث يكون الريسيفر يستفاد من هذه البتات الإضافية في عملية الكشف والتصحيح. على سبيل المثال لو فرضنا أنه عدد بتات الانفورميشن العدي كانت كي، ومن ثم استعملت R من البتات الإضافية، فراح يكون الانكودر ماتي الاوتبوت ماتي عدد البتات هي كي زائد R، والكود هنا راح نسميه NK كود. بالحقيقة إمكانية الكشف والتصحيح بالإنكودر تعتمد على عدد البتات الإضافية اللي سميناها R نسبة إلى الـ redundant bit أي البتات الإضافية، وأيضا تعتمد على التقنية المستخدمة بالإنكودر. التقنية الأبسط اللي ممكن أستخدمها بالشانل كودينج هي البارتي تشيك كودينج. هذه الشفرة راح تعتمد على التماثل أو البارتي اللي هو عدد الأوحاد الموجودة بالديتا. إذا كان عدد الأوحاد على سبيل المثال فردي وإحنا استخدمنا even parity checking، راح البت المضافة راح تكون قيمتها واحد حتى تعدل لي البارتي ماتي، وإلا فتكون البت المضافة 0 حتى تحافظ على الإيفن بارتي للكود. عندنا هذا الشكل يوضح مبدأ عمل الكودينج والديكودينج في البارتي تشيك سيستم. على جهة اليسار هنا عندي المعلومات الأصلية الانفورميشن بت قبل إضافة الريدندن بت. هنا عندي هذا العمود يمثل البت الإضافية اللي ممكن أضيفها حتى حصل على even parity code. ببساطة هذه الانفورميشن الأصلية راح أفوتها على exclusive OR gate، وإحنا نعرف أنه الفنكشن مالتي exclusive OR gate هو أنه يعطيني صفر بالأوتبوت فقط في حالة واحدة، هو أنه عندما تكون عدد الأوحاد بالإنبوت هو عدد زوجي. إذن الأوتبوت مالتي ببساطة راح تمثل لي البارتي بت للكود مالتي، بحيث هذا الأوتبوت راح أضيفه للمعلومات الأصلية حتى أحصل على even parity code. على سبيل المثال إذا أخذنا الانفورميشن الأولى عدد الأوحاد بيها 5 عدد فردي، إذن الأوتبوت مالت الجيت الإكسكلوزيف أور جيت راح تكون الأوتبوت مالتها 1 باعتبار عندي عدد الأوحاد فردي. هذا الواحد راح أضيفه إلى المعلومات الأصلية حتى أحصل على عدد 6 اللي هو عدد زوجي للبارتي كود، ومن ثم هذه الكود راح ترسل إلى المستقبل إلى المستقبل. إذن هذا يمثل لي المرسل وهذا يمثل لي المستقبل أو الديكودر. بمعنى آخر أنه أني في كل الأحوال البيانات اللي أرسلها من الترانسميتر دائما تكون الإيفن العدد الأوحاد بها إيفن إذا استعملت الإيفن بارتي. طبعا ممكن أني أستخدم الأود أيضا. إذا استخدمت الإيفن بارتي في جميع الأحوال راح تكون البيانات المرسلة تتضمن عدد زوجي من الأوحاد، وعليه فإنه إذا كان الديكودر الأوتبوت مالته 1 فهنالك مشكلة بأنه عدي عدد الأوحاد فردي. فهنا بهذه الطريقة راح نقدر نعرف أنه إذا حدث أي خطأ أو إيرور بالريسيفد داتا. المشكلة الموجودة بهذا السيستم هو أنه لو كان عدد الأخطاء أكثر من 1
أو عددها زوجي، فبهذه الحالة ممكن الخطأ يعبر على هذا الاكسكلوزيف أور جيت بحيث يعطيني صفر، إشارة إلى أنه ليست هنالك أي أخطاء. المثال الآتي يبين لي كيف أنا ممكن أحسب احتمالية الـ undetectable error اللي ممكن تعبر على الديكودر. Example: For even parity check code, if k is 7 and bit error probability, I mean bit error rate, is 1 bit per 1000, find the probability of detected and undetected errors. إذن هنا عندي عدد البتات بالإنفورميشن الأصلية هي 7 بتات، وأيضا عندي احتمالية الخطأ هو 1 بت لكل 1000 بت مرسلة. المطلوب إيجاد احتمالية الأخطاء التي يمكن اكتشافها واحتمالية الأخطاء الغير ممكن كشفها. بما أنه أنا عندي هنا بلوك من البتات، لذلك راح أستخدم الفورميلا الخاصة بالبلوك Error Probability اللي سميناها في وقتها قاعدة توزيع ذو الحدين Binomial Distribution Rule. تذكرون بالموضوع السابق قلنا في مثل هذه الحالة أنا ممكن أجد احتمالية إن من الأخطاء في بلوكة تتكون من 5 بتات راح تكون عبارة عن الكومبينيشن مضروبة بالبروبابيليتي اوف ايرور ومضروبة ايضا بالبروبابيليتي اوف كوركت. هنا الام راح تمثل عدد البتات الكلية، في حين ان راح تمثل عدد الاخطاء، مرة راح اخذها زوجي ومرة راح اخذها فردي. هنا عدد البتات الكلية راح تكون الام تساوي k زائد r. الr هنا بما انه يعني عندي سمبل بارتي تشيك كودر، الآن راح تكون 1 يعني البتات الإضافية، وراح يصير عدد البتات الكلية هي عدد الانفورميشن بت 7 زائد عدد البتات الإضافية 1، فيصير عندي 8 بتات هي البتات الكلية. بالحالة الأولى لما أريد أستخرج الـ undetected error راح أخذ فقط الزوجيات، لأنه قلنا قبل قليل أنه الأخطاء الزوجية ممكن تعبر على البارتي تشيك ديكودر، أما الأخطاء الفردية فما ممكن تعبر. بمعنى آخر، لأنه أنا استخدمت الإكسكلوسيف أور حتى أحقق البارتي تشيك ديكودر، لذلك فإن الكشف عن الخطأ الأخطاء اللي ما ممكن تعبر عن السيستم هي فقط الأخطاء الفردية، لما يكون عندي الإيرور 1 أو الإيرور 3 والإيرور 5 بتات أو الإيرور 7 بتات، راح يكون الناتج 8 × 10³ لما أقارنها ويا هذه الإيرور أشوف أنه الإيرور الممكن كشفه أكثر بكثير من الأخطاء الغير ممكن كشفها. وعليه فإن البارتي تشيك كود رغم أنه بسيط يتألف من مجموعة من الإكسكلوزيف أور جيت، رغم ذلك فإنه يحقق فائدة كثيرة في كشف الأخطاء. طبعا هنا مو بالضرورة أنه يصحح الخطأ، وإنما مجرد ما يعطي اكنولجمنت لجهة الترانسميتر لبيان أنه المعلومات اللي استلمها كانت خالية من الخطأ. يعني أنا عندي 2 channel، channel forward أرسل بها المعلومات، والباقوي channel اللي هي تعطي الاكنولجمنت او تعطينا اشاره للريترانسميشن، يعني اذا صار خطا راح تعطينا اشاره انه اعد الارسال في المره القادمه لانه عندي خطا في جانب الريسيفر. الان راح انتقل من كشف الاخطاء الى تصحيح الاخطاء. طبعا حتى استطيع ان اصحح الخطا لابد من ان يكون عندي عدد من البتات الاضافيه اكثر من الواحد، يعني راح استعمل R من البتات بدل من بت واحدة، فراح تكون عندي الكود عبارة عن NK كود. الN هي عدد البتات بعد إضافة الـ redundant bits، والK هي عدد البتات بالinformation الأصلية قبل إضافة الـ redundant bits. ننتقل الآن إلى بعض التعريفات الخاصة بالموضوع. أولا السيستماتيك والنون سيستماتيك كود، الشفرات المنتظمة والشفرات غير المنتظمة. الشفرة المنتظمة نقصد بها الشفرة اللي تكون بها بتات الكود تضاف إلى نهاية الديتا، هاي الديتا بت، بعد الديتا بت راح أضيف
البتات الخاصة بالكود، فتكون الاستركشر عندي منتظمة. أما النون سيستماتيك كود فتكون بيها البتات الخاصة بالكود متداخلة مع بتات الديتا، فأحصل على استركشر غير منتظم. التعريف الثاني هو الهامينج ديستانس اللي يمثل المسافة بين كود وأخرى. ممكن أنا أعرف هذا الديستانس على أنه عدد البتات الفرق بين تو كود أو بين مجموعة من الكودات. طبعا إحنا راح ناخذ إذا كان عندنا مجموعة من الكودات راح ناخذ المينيمم ديستانس. بالنسبة لهذا المثال الفرق بين الكود الأول والكود الثاني هو بالبت الأول أدي فرق من 0 إلى 1، والبت الثالثة أيضا من 1 إلى 0 تغيرت، فصار عندي الديستانس بين الكود الأول والكود الثاني قيمته 2. هذا هو الهامينج ديستانس بين الكود الأول والثاني. عندي بالمثال الثالث 3 كودات المطلوب إيجاد المينيمم هامينج ديستانس بيناتهن. بالنسبة للكود الأول والكود الثاني الديستانس بيناتهن هو 2 بت، يعني عندي هنا عندي فرق بالبت الأول وعندي أيضا فرق بالبت الثالثة. أما الكود الأول ويا الثالث فالفرق بيناتهن هو بت وحدة فقط اللي هي البت الثالثة. البت الثالثة تختلف، فصار عندي الديستانس بين الكود الأول والثالث يساوي لنا 1 بت. الديستانس بين الكود الثاني والكود الثالثة أيضا 1 بت. إذن من ذني الثلاثة المينيمم مالتهن اللي هي هامينج ديستانس راح تكون 1 بت. التعريف الثالث هو الهامينج ويت، بالحقيقة هذا يمثل عدد الأوحاد الموجودة بالكود. على سبيل المثال بالكود الأول هنا عدي عدد الأوحاد 3، إذن الويت مالتها تكون 3. بالكود الثاني عدد الأوحاد 2، إذن الويت مالت الكود الثاني هو 2. رقم 4 عدي اللينير والنون لينير كودز، الشفرات الخطية واللا خطية. بالحقيقة البارتي بيتس اللي سميناها R إذا حصلنا عليها من دوال خطية فبهالحالة راح تكون الشفرة الناتجة منها هي شفرة خطية، وإلا الشفرة راح تكون لا خطية. وراح نشوف إحنا بالأمثلة القادمة إن شاء الله شلون ممكن تكون الدالة خطية أو لا خطية. السؤال اللي يطرح نفسه الآن هو كم عدد البتات R الواجب إضافتها للإنفورميشن الأصلية حتى حصل على الكود. رقم 2 كم عدد البتات تي اللي بيها ايرور واللي ممكن اني اصلحها. طبعا هذه الاسئله ممكن الاجابه عنها من خلال هذه المتراجحه اللي اسميها اني الهامينج باوند. الان هنا راح يمثل لي عدد البتات الكليه بعد اضافه الريدندنت بيتس. الكي يمثل لي عدد البتات الموجوده بالانفورميشن قبل اضافه الريدندنت بيتس. الار هي الريدندنت بيتس البتات الاضافيه. التي هي الكوركتبل ايرور بيتس عدد الاخطاء اللي ممكن اني اتلاحق لها واصلحها. بالنسبه للسي قلنا هي عباره عن الكومبينيشن فاكتور اللي تعطيك عدد التشكيلات، هاي تكلمنا عنها بالمحاضرات الماضيه، عدد التشكيلات اللي ممكن احصل عليها من ان من البتات. عندنا مثال حول الهامينج باوند او حدود هامينج. Example: For a single correction code with k is 4, find the number of parity bits that should be added. اذا المفروض عندي ايجاد الار، قيمه الار اذا كانت التي 1 باعتبار عندي single correction وقيمه الكي هي 4 معطات بالمثال. اذا استخدم المتراجحه الخاصه بالهامينج باوند، من عندها راح اشوف انه الـ 2 اس ار المفروض تكون اكبر او تساوي 5 زائد ار. من هذه راح احصل على الار تكون المينيمم مالتها 3. طبعا هاي ممكن احصلها بان اسوي جدول بسيط يضم هذا الجدول قيمه الار، ابدا بها من 1 بت، اقل شيء ممكن انا اضيفه للكود هو 1 بت، ومن ثم اصعد. راح اشوف الطرف الايسر للمتراجحة والطرف الايمن، ايش وقت ما تحقق هذا الباوند اني اتوقف. راح اشوف انه لما تكون بالواحد بت الطرف الايسر قيمته 2، في حين الطرف الايسر الايمن قيمته 6، 5 زائد ار 5 زائد 1 6. اذا هذه 6 اكبر من 2،
فهذا الباوند ما متحقق بهذه البت الوحده. اخذ 2 بت راح اشوف انه ستيل الباوند ما متحقق، يعني عندي 7 اكبر من 4، اذا الباوند ما متحقق. ازيد بت وحده بعد لل ريدندنت بت، راح اشوف انه 2 اس 3 8، ايضا 5+3 ايضا 8. فهذه هي المينيمم بت المفروض اضيفها حتى احصل على كوركتبل 1 بت ايرور. وراح يكون الناتج بعد اضافه ال 3 بت الان ساوينا 7، باعتبار انا عندي الكي 4 ولحقتها 3 بت، 4+3 صارت الان سمول 7، فالكود اسميها 74 كود. الملاحظه المهمه هنا هي انه لما حسبنا الار من الجدول السابق شفنا انه طرفي المتراجحه 2.8، يعني تحولت المتراجحه الى مساواه، وبهذه الحاله راح اسميها البيرفكت كود، يعني اجتي الشغله عدله. خلينا نقول نشوف هذا المثال على النون بيرفكت كود. اكزامبل اف كي از 5 and up to 3 errors are to be corrected. Find the number of check bits that should be added. يعني المطلوب ايضا عدد البتات الاضافيه المطلوب اضافتها اللي سميناها R او redundant bits، اذا كانت عدد البتات الكليه 5 وقيمه التي هي 3 بت ايرورز. راح نستخدم متراجحه الهامينج باوند. الحد الاصغر للكومبينيشن فاكتور راح يتوقف عندي عند التي، يعني النص صفر الى تي. اما الحد الاعلى فهو ثابت اللي هو كي زائد ار، ثابت في كل الحدود. راح نشوف من هذه المتراجحه انه الار اللي احصل عليها حسب الجدول اللي سويناه سابقا راح احصل على مينيمم ار هو 9. لكن ملاحظة هنا هو انه ما اقدر احقق الايكوال ساين بالمتراجحة، يعني ما اقدر احول المتراجحة الى مساواة، لذلك هذه الكود اللي حصلتها اللي هي 14 بـ5، 5 هي الكي وال14 هي الان، هذه الكود متمثل لي البيرفكت كود، نقدر نسميها النون بيرفكت كود. عرفنا سابقا كيفية حساب الـ probability of detecting. هنا راح نحسب الـ probability of decoding a correctable أو a correct word. طبعا لأنه عندي block of bits راح استعمل الـ binomial distribution formula اللي هي عدد التشكيلات بالـ probability of error في الـ probability of correct. طبعا راح تعتمد الـ combination factor هنا تعتمد على T اللي هي correctable error number، فراح يكون الحد الأصغر للكومبينيشن فاكتور يتراوح من الصفر إلى التي. لحد اللحظة عرفنا كيف نحسب الآر اللي هي تمثل العدد البتات الإضافية للحصول على كود بمواصفات وإمكانية تصحيح أخطاء معينة. بالنسبة للأمثلة اللي أخذناها كانت للهامينج كود اللي هي عبارة عن أمثلة لللينير بلوك كودز. هذه linear block codes سميت كذلك لأنه parity check bits حصلنا عليها من linear function. الآن راح ننتقل إلى كيفية أو مبدأ عمل هذه encoder والdecoder. الملاحظة هنا هو أنه بالنسبة لللينير كود فالcorrectable error اللي سميناها T ممكن أن أحسبها من خلال الهامينج ديستانس اللي هي تساوينا الانتجر of هامينج ديستانس ناقص 1/2. أما الديتكتبل ايرور الايرور اللي ممكن أن أكشفها بدون تصحيح فهي عبارة عن هامينج ديستانس ناقص 1. باللينير بلوك كودز راح نتناول فقط السيستماتيك باينري كود اللي تكون بها البارتي بيتس البتات الإضافية بالكود تضاف بعد نهاية الانفورميشن بت وما تتداخل معها، وسميناها لينير باعتبار انه البارتي بتس اللي حصلناها جايه من مجموعه من المعادلات الخطيه تكون بها الاوبريشن اند واكسكلوزيف اور. الان الاوتبوت مات الانكودر في جهه الترانسميشن ممكن اني اعبر عنه بالماتريكس سي
هذه الماتريكس راح تكون حاصة ضرب تو ماتريسز، اللي هي دي ماتريكس تمثل البيانات الأصلية أو الديتا الأصلية لليوزر، مع الماتريكس الثانية اللي هي جي ماتريكس تمثل الجنريتر ماتريكس. ممكن أنا جنريتر ماتريكس أحصل عنها أحصل عليها من خلال أن أصف مصفوفة الاي اللي الايدنتيتي ماتريكس مع البارتي بيت ماتريكس. ونعرف كل زين بالرياضيات انه حاصل ضرب المالتيبليكيشن يعني بين تو ماتريسز هي عمليه لينير في موضوع اللينير الجبرا، لذلك كانت تسميه بلينير بلوك كودينج. الان السؤال هو كيف الحصول على الجنريتر ماتريكس. بالحقيقه الجنريتر ماتريكس قلنا هي جزئين، جزء الايدنتيتي ماتريكس وجزء الكوفيشنت مالتي بارتي بيتس. بالنسبة للايدنتيتي ماتريكس معروفة، هي مصفوفة قطرية تكون بها الدايجونال واحد والأبر ترينجلا زيرو واللور ترينجلا أيضا زيرو. أما الجزء الثاني من المصفوفة اللي هي عبارة عن الكوافيشنت اللي من عدها نحصل على البارتي بيت الخاصة بالكود، راح نشوف هنا بهالمحاضرة كيف ممكن أنا أحصل على هذه المصفوفة. عندنا بالطرف الآخر أي طرف الريسيفر راح نستخدم مصفوفة أخرى نسميها البارتي تشيك ماتريكس. هذه لما أضربها في الترانسبورت مات الكود ماتريكس المفروض أن يحصل على زيرو ماتريكس. بمعنى آخر أنه هاتين المصفوفتين متعامدات مع بعض بحيث حاصل ضربهم يعطيني زيرو، باعتبار أنه الجي ماتريكس اللي تألف من عندها سي هي جاية من الايدنتيتي على جهة اليسار مع البي ماتريكس على جهة اليمين، في حين الاتش ماتريكس تتألف بالعكس، تكون الايدنتيتي ماتريكس على جهة اليمين والترانسبورت مات البي على جهة اليسار. راح نبدأ اولا بالانكودر على جهة الانترانسميشن. المثال هذا المعطيات بالبارتي تشيك ماتريكس اتش كابيتال. من خلال هذه الماتريكس أنا ممكن أعرف أنه عندي 7-4 هامينج كود، باعتبار أنه عدد البتات الكلية هنا عندي 7 وعدد البتات الخاصة بالإنفورميشن الأصلية 4. ليش؟ لأنه هذه تمثل لي الايدنتيتي ماتريكس وهاي تمثل لي البي كابيتال ماتريكس. المطالب هي أول شيء دائرة الانكودينج، المطلب الثاني هو الجدول الخاص بالكود، والمطلب الثالث هو الـ Error Correction Capability. بالنسبة للمطلب الأول دائرة الانكودر راح اعتمد على الـ H Matrix بأنه عدد السيل الكلية اللي احتاجها هي 7 سيل. راح أخصص أول 4 سيل للـ Data Register، هذه هي 4 سيل مات الـ Data Register. وأيضا الـ 3 سيل الباقية راح أخصصها للبارتي تشيك للبارتي ريجستر، فراح تكون عندي البارتي ريجستر 3 سيل فقط. طبعا كل وحده من السيلز مات البارتي راح تلحقها اكسكلوزيف اور جيت، فراح يصير عندي 3 اكسكلوزيف اور جيت. لحد الان انا معتمد على الاتش ماتريكس. حتى اكمل الكونكشن مالتي لابد من ان احصل على السي ماتريكس اللي هي الكود. طيب كيف احصل على سي ماتريكس؟ من الاتش ماتريكس ممكن انا احصل مباشره على السي ماتريكس. يعني كل صف من البي ماتريكس، هذا الجزء اللي سميناه بي ماتريكس، هذا كل صف من عده يمثل وحده من الكودات الثلاثه. الكود الاول راح يكون عندي الاي 2 تختفي باعتبار هنا عندي 0، فصارت عندي السي 1 هي عباره عن اي 1 اكسكلوزيف اور مع الاي 3 اكسكلوزيف اور مع الاي 4. نشوف انه الاي 2 اختفت، وكذلك الحال بالنسبه لبقيه الكود. بالكود الثاني اروح على الصف الثاني مات البي ماتريكس، اشوف انه السي او الاي 3 اختفت هنا عندي، فباعتبار هنا عندي 0، فصارت عندي الكود هي اكسكلوزيف بين الاي 1 والاي 2 والاي 4. الاي 3 راح تختفي عندي بالنسبه للصف الاخير، تختفي عندي الاي 4، فصارت عندي السي 3 عباره عن اكسكلوزيف اور بين الاي 1 والاي 2 والاي 3، في حين اختفت الاي 4.
اذا كل وحده من ذني البتات تمثل لينك. اذا كان اكو 1 احصل على لينك، اما اذا كان 0 فراح يكون اللينك مقطوع. فبالنسبه للسي 1 الجيت مالته مات الاكسكلوزيف راح تجيها لينك من كل البتات مالت الداتا ما عدا الاي 2. نشوف انه الاي 2 ما بيها لينك ويا الاكسكلوزيف اور مالت السي 1. كذلك الحال بالنسبه الى بقيه الكودات. فمثلا السيل مالت الكود الثاني تكون بيها السيل مالت الكود الثانية تكون بها الاي 3 مختفية، لذلك ما اشوف لينك بين الاي 3 وبين الاكسكلوزيف اور جيت مالت الكود الثاني. اما الكود الثالثة فاشوف انه اللينك مالت الاي 4 مختفية لانه انا عندي 0 بهذا الرو. بالنسبة للمطلب الاخر اللي هو الكود تيبل، راح اهيئ جدول فارغ بسبعة اعمدة. اول اربع اعمده راح تمثل لي الداتا بيت، والاعمده الثلاث الباقيه راح تمثل لي البارتي بيت. بالنسبه للاعمده الاربعه الاولى راح امليها مباشره بكل الاحتمالات الممكنه للاربعه بيت اللي هي تمثل 16 احتمال. اما الجزء الثاني من الجدول فممكن انا احصل عليه من خلال نفس المعادلات اللي حصلت عليها من البارتي تشيك ماتريكس. فبالنسبة للسي 1 راح استدعي المعادلات، راح اشوف انه السي 1 هي عبارة عن اكسكلوزيف اور بين الاي 1 والاي 3 والاي 4، لذلك راح استثني الاي 2 من معادلة السي 1. استثني الاي 2 راح تكون السي 1 عبارة عن اكسكلوزيف اور بين ذني البتات الثلاثة. على سبيل المثال اذا اخذت هذه الحالة راح اشوف هنا عندي اكسكلوزيف اور 0 ويا ال1 ويا ال0 راح يعطيني 1، في حين الصف اللي بعده راح اشوف انه اكسكلوزيف اور 0 ويا ال1 راح يعطيني 1، مع ال1 راح يعطيني 0 وهكذا. اما المطلب الاخير في هذا المثال فهو الكوركتبل ايرور اللي سميناها تي. هذه ممكن اني احصل عليها من خلال الانتجر هامينج ديستانس ناقص 1 على 2، هاي الفورمولا اللي تكلمنا عنها قبل قليل. بالحقيقه حتى احصل على هامينج ديستانس لازم اعرف الويت واخذ المينيمم مالتها، ونقصد بالويت حسب التعريفات اللي سميناها قبل قليل هي عدد الاوحاد الموجوده بالكود الواحد. مثلا راح نرجع للجدول مالتنا، نضيف عمود رقم 8 ونسميه الويت مالت الكود، بحيث الكود الثاني على سبيل المثال بعدد الاوحاد 3 فصار الويت مالته 3. هنا مثلا على سبيل المثال عندي عدد الاوحاد 1 2 3 4 فصار الويت مالتي 4 وهكذا. لو الاحظ هذا العمود راح اشوف انه المينيمم ويت بي هو رقم 3، إذن راح استخدم الرقم 3 بالفورمولا مالت الكوركتبل ايرور. راح تكون التي انتجر 3 ناقص 1 على 2 وتعطيني 1 بت. إذن هذا الكود الهامين كود هذا ممكن يصلح لي فقط بت وحده. عندنا مثال اخر حول اللينير بلوك كودينج. اكزامبل فايند جنريتر ماتريكس فور ذا بريفيوس لينير بلوك كود. اذا المطلوب هو الجي ماتريكس، بان نرجع للمثال السابق ونستخرج من عنده الجي ماتريكس. بالحقيقه العلاقه بين الماتريكس جي والماتريكس اتش من المثال السابق هي علاقه تدوير، لانه هذا الجزء الايمن من عنده يمثل لي البي كوفيشنت، اما بالاتش ماتريكس بالمثال السابق فكان عندي الجزء الايسر هو يمثل لي البي باراميتر او البي كوفيشنت. بالحاله راح انقل وادور هذا الجزء الى المصفوفه الجديده، فراح يكون عندي الصف او العمود الاول من جهه اليسار راح يمثل لي الصف الاول بالمصفوفه الجديده، يعني عندي 1 1 1 راح يكون عندي
1111 هو يمثل لي العمود الأول أو الصف الأول بالمصفوفة الجديدة. أما العمود الثاني عندي 011 راح يكون عندي هذا يمثل الصف الثاني بالمصفوفة الجديدة 011. أيضا عندي العمود الثالث 101 راح يكون عندي يمثل الصف الثالث، يعني عندي عملية تدوير راح يكون 101. أما العمود الأخير بالبي ماتريكس فهو عبارة عن 110 راح يكون عندي ينزل بالصف الأخير من البي ماتريكس الخاصة بالجي أو الجنريتر ماتريكس 110. يبقى عندي الجزء الآخر اللي مثل الايدنتيتي ماتريكس، فالإملاء مالته جدا سهل بأن أجعل الدايجنال 0 والأبر واللور تراينجلز العفو الدايجنال أوحاد 1 والأبر واللور تراينجلا هي عبارة عن 0. ننتقل الآن إلى الديكودر في جهة الرسيفر. الار كابيتال هنا راح تمثل لي الريسيف سيجنال في جهة الرسيفر بعد خروجها من الشانل. أما السيك فكتر فراح تمثل لي الترانسميتد كود الأصلية قبل دخولها الشانل. بالنسبة للفكتر اي يمثل لي الايرور فكتر، على سبيل المثال إذا كان الايرور فكتر بهذه الصورة فهذا يعني أنه أنا عندي ايرور بالبوزيشن الأول والبوزيشن الثاني والبوزيشن السادس. الستيب الأولى للديكودر هو أن يضرب هذه الريسيف فكتر بالH ماتريكس اللي سميناها البارتي تشيك ماتريكس. احنا نعرف انه الريسيفر تتالف ريسيفر فيكتور تتالف من 2 فيكتورز، لذلك راح تكون الناتج جزئين. الجزء الاول بما انه السي هذا الفيكتور عمودي على الماتريكس وهذا الشيء مضبط من قبل الترانسميتر، يعني حاصل ضربهم صفر، لذلك تبقى عندي فقط الجزء الثاني الH في الاي فيكتور. هذه راح تعطيني فيكتور جديده اسميها السندروم فيكتور او المتلازمه. بالحقيقه هذه المتلازمه هي ممكن تساعدني في ايجاد مواقع الايرور، يعني راح تساعدني في ايجاد الفيكتور اي. فالسؤال هنا هو كيف استخراج الايرور فيكتور من السندروم فيكتور، بمعنى اخر هو كيف احل هذه السيستم مال اكويجن، لانه الاتش هنا البارتي تشيك ماتريكس معروفه للطرفين الريسيفر والترانسميتر، الاس استخرجتها للتو، تبقى عندي الاي. انا عندي عدد المجاهيل ان اللي يمثل التوتال نمبر اوف بت بالكود، عدد المعادلات الموجوده يمثل ار اللي هو عدد البارتي تشيك بت. إذن أنا عندي عدد المجاهيل هواي أكثر من عدد المعادلات، فالحل مالها جدا صعب، لذلك يستخدمون الماكسيمم لايكليهود في حل مثل هذه المعادلات، يعني راح يروح على الموست بروبابل ايرور وورد. بالنسبة للحالة البسيطة هو لما يكون عندي سينجل ايرور هامينج كود، بالحالة راح تكون عندي الايرور فيكتور تحتوي على بت وحدة فقط من الأوحاد، وبالتالي ممكن أني أحصل على موضع الخطأ بمجرد ما أقارن السندروم الناتج عندي مع البارتي تشيك ماتريكس الأعمدة الخاصة بهذه الماتريكس، يعني هذا الفكتور راح تتقارن مع الأعمدة الموجودة بالH ماتريكس، فممكن أني أحدد البوزيشن مات الإيرور مثل ما راح نشوف بالأمثلة اللاحقة. طبعا بالحالة لازم يكون البارتي تشيك ماتريكس يحقق 2 كريتيريا، هي أنه تكون الأعمدة مالته لا صفرية، وأيضا الشرط الثاني أن تكون هذه الأعمدة غير مكررة بحيث ما يصير عندي confusing بتحديد الإيرور بوزيشن. عندنا المثال الآتي تطبيق على الهامينج ديكودر. Example. For a previous example, number one, find the correct word at the receiver. If the received word is R is 111001. بالنسبة للمطلب الأول الـ corrected word ممكن أنا أحصل عليه من خلال مقارنة الـ S مع الـ H matrix. إذن الستيب الأولى هي الحصول على الـ syndrome vector.
هذه ممكن أنا أحصل عليها من خلال ضرب الباريتي تشيك ماتريكس المعطاة بالمثال السابق مع الفكتر الريسيفد فكتر المعطاة بهذا المثال. فأجي راح أستعمل الـ H من المثال السابق. بالنسبة للريسيفد فكتر هي نفسها مالتي، راح أدورها من أفقي إلى عمودي، هذا هو معنى الترانسبورت هنا كابيتال T. فراح يصير عندي الإليمنت الأولى بالS جاية من حاصل ضرب الصف الأول بهذا الفكتر. بالنسبة للإليمنت الثانية بالS نقدر نحصل عليها من حاصل ضرب الصف الثاني بالH مع هذا الفكتر. وكذلك الحال بالنسبة للإليمنت الأخيرة بالS راح يساوينا الصف الأخير في الفكتر مات الR. الآن بعد ما حصلت السيندروم فكتر راح أجي أقارنها مع الأعمدة الخاصة بالH ماتريكس، راح أشوفه هذا الفكتر يشبه تماما العمود الرابع بالH ماتريكس، إذا حتما أقول أنه الخطأ صار عندي بالبت الرابعة. لذلك حتى أحصل على الكوركت وورد أجي أجمع الريسيفد فكتر بعد خروجها من الشانل، أجمعها مع الإيرور فكتر بين أخليها كل أصفارة ما عدا البت الرابعة أخليه واحد، فراح أحصل على الكوركتد وورد. بمعنى آخر أنه الناتج راح يكون نفس الآر ما عدا البت الرابعة، راح تنقلب تصير عندي بدال الواحد هذا الرابع راح يصير عندي زيرو. عندي بالمطلب الثاني للسؤال هو المطلوب السيندروم فيكتور أو المتلازمة إيش وقت لما يكون عندي دبل إيرور بالموضع الأول والموضع الأخير، لذلك تكون الفكتر مات الإي كلها أصفار ما عدا البت الأولى والبت الأخيرة. أجي هنا أعوض هذه الفكتر بالمعادلة مال سيندروم اللي هي حاصل ضرب الماتريكس H في الفكتر E، راح أحصل على هذا الترتيب. راح أجي أضرب element by element، يعني الـ S الأولى راح تكون ناتج ضرب الصف الأول بهذا العمود، فراح يكون عندي 1 في 1 زائد 0 في 0 زائد 1 في 0 زائد 1 في 0 زائد 1 في 0 وهكذا لحد ما أوصل إلى 0 في 1، راح يكون الناتج طبعا هنا أستعمل exclusive OR راح يكون الناتج 1. راح أشوف أنه هذا السندروم لما يكون عندي 2 error بالموضع الأول والأخير هو نفس السندروم اللي حصلت عليه بالفقرة الأولى لما كان عندي خطأ بالموضع الرابع. هذا دليل على انه هذا الهامينج كود يستطيع ان يسوي لي ديتكشن للبوزيشن مات الايرور اذا كان عندي خطا واحد فقط، اما اذا تعدى ذلك فممكن يصير عندي كونفيوزنج راح يعطيني نفس السندروم الخاص بخطا اخر، لذلك ما ممكن هذا السيستم يشتغل باكثر من ايرور وحده. الآن المطلب الثالث يريد من عندي رسم دائرة الديكودر. بالحقيقة هنا راح أشوف أنه بالإنبوت أحتاج إلى 7 سيل باعتبار أني عندي الكود اللينث مالته 7 بتات بكل دفعة، إذن أحتاج إلى 7 خلايا حتى تستقبل لي هذه الكود. أما بالأوتبوت أحتاج إلى 3 exclusive OR gate حتى تخرج لي الـ S1, S2 و S3. الآن راح أستفاد من معادلة الـ S vector حتى أسوي اللينكات مات الدائرة. على سبيل المثال بالـ S1 راح أشوف أنه جاية من حاصل ضرب الصف الأول في عمود الـ R الـ Receive vector. أشوف الصف الأول أنه عندي 3 أصفارة، يعني عندي البت الثانية والسادسة والسابعة اللينكات مالتها 0، إذن ما عندي وصلة أو لينك بين الـ R2 والجيت الأولى. وكذلك الحال بالنسبة للـ R7 والـ R6 ما عدي اللينك مع الجيت الأولى باعتبار المعادلة ما في الـ S1 هي عبارة عن الـ R1 زائد R3 زائد R4 زائد R5 والبقية مختفيات ما موجودة بالمعادلة، لذلك أشوف أنه اللينك الثانية والسادسة والسابعة تختفي من الدائرة. كذلك الحال بالنسبة إلى بقية الجيت الثانية والجيت الثالثة. ننتقل الآن إلى المثال الأخير باللينير بلوك كودينج.
عندي المعطيات هي جنريتر ماتريكس. المطالب اولا الايرور كوربشن كابابيلتي يعني التي سمول باستخدام الهامينج باوند انيكواليتي. المطلب الثاني هو البارتي تشيك ماتريكس او الاتش ماتريكس. ثالثا المطلوب هو الكود تيبل، وايضا ضمن هذا الفرع ايضا المطلوب هو الكوربشن كابابيلتي، يعني لازم احسب التي مرة الأخرى بس المرة مو بطريقة الهامينج باوند انيكواليتي وإنما بطريقة الهامينج ديستانس يعني من الجدول. المطلب الثالث فرع دي رأي من عندي الكوركت ريسيفد الكوركت وورد إيش وقت لما يكون عندي الريسيفد فيكتر معطات. قبل ما نبدأ بالحل يكون نحدد التايب مالت الكود اللي عندي. بالحقيقة عدد الإلمنت أو البت الموجودة بأي صف من صفوف الـ G matrix يمثل اللينث مات الكود. إذن الـ N small قيمتها 10. بنفس الوقت عدد البت الموجودة بأي عمود من أعمدة الـ G matrix راح تمثل لي عدد البتات مات الـ information اللي هي نقول عليها الـ K. إذن الـ K راح تكون عندي 3. بالحالة الآن راح تصير الفرق بيناتهم 10 ناقص 3 راح يكون عندي 7. إذن الكود هو KN تساوي 10 والK تساوي 3. الآن أذهب إلى المتراجحة اللي تمثل لي الهامينج باوند حتى أطلع من عندها T المجهولة لأنه الآر هنا معلومة. متراجحة تقول 2 أس آر أكبر أو تساوي الكومبينيشن فاكتر الحد الأصغر مالته متغير من الصفر للT والحد الأكبر مالته ثابت عند الـ N باعتبار عند الـ N هنا 10. حتى حل هذه المتراجحة واستخرج قيمة الـ T المجهولة أسوي لي جدول بسيط أفرض به قيم للـ T اللي هي تمثل Correctable Error. إذا كان عندي فرضة عدد البتات الممكن أصلحها 1 فراح يصير عندي طرف الأيسر من المتراجحة ثابت 128، اما الطرف الايمن فراح يكون عندي احل هذه الفاكتوريال مات الكومبينيشن فاكتور راح تكون عندي 1 زائد 10 تعطيني 11. اما اذا فرضت طبعا هذا الحكي يشتغل انه هذا السيستم ممكن يلاحق لي اذا كان عندي عدد الايرور 1. زين خلينا نروح اعلى من هذا، نفرض انه 2 بت ممكن اصلحها، راح أشوف أنه في حالة في هذه الحالة راح تكون عندي طرف الأيسر هي ستيل 28 لأنه 2 أس آر ما له علاقة بالتي. أما الطرف الأيمن فراح يكون عندي 11 زائد 55 فراح يعطيني 11 زائد 45 راح يعطيني 65. هذا هو الفاكتوريال مات الكومبينيشن فاكتور. إذن لحد الآن المتراجحة تشتغل يعني 128 أكبر من 56. إذن هذا الحكي أيضا يشتغل أنه هذا السيستم ممكن تتلاحق لي إذا عدي 2 error بالفكتر. خل نفرض أنه عدي 3 error السيستم تشتغل، فنشوف أنه في حالة التي تساوينا 3 راح تكون الطرف الأيسر مات المتراجحة 128 ثابتة لأنه قلنا 2 أس آر. أما الطرف الأيمن فراح يكون عندي عبارة عن 56 زائد تلحقها 120 اللي هي الكومبينيشن مات 3 إلى 10 أو كومبينيشن أوف 10 سلكت 3 فراح يصير عندي الطرف الأيمن 176. بالحالة صار عندي خلل بالإنيكواليتي يعني 128 ما أقدر أقول عليها أكبر أو تساوي 176. إذن هذه الفرضية الأخيرة خاطئة، السيستم ما يشتغل عندي بهالحالة. إذن راح ناخذ التي عدد الكوركتبل الماكسيمم كوركتبل إيرور بالبتات هو 2. الفرع بي يطلب من عندنا إيجاد البارتي تشيك ماتريكس H. أنا أعرف هذه الماتريكس تتألف من جزئين، الجزء الأول هو الترانسبورت مات P اللي هو الكوفيشنت مات البارتي بيتس، ومن ثم ألحق وياها الايدنتيتي ماتريكس. الايدنتيتي معروفة هي دايجنال ماتريكس ثابتة، أما P فممكن أنا أستخرجها
من تدوير البي الموجودة بالجي ماتريكس. إذن راح أحدد هذه البتات كيف أحصل عليها. أذهب أولا الجي ماتريكس. الجي ماتريكس أعرفها أنه الايدنتيتي ماتريكس تكون على جهة اليسار والبي ماتريكس تكون على جهة اليمين، في حين بالH لا، تكون البي ترانسبورت هي على جهة اليسار والآي على جهة اليمين. وعلى هذا الأساس راح يكون الأسبكت ماتل تو ماتريكس، راح تو ماتريسيز راح تختلف عندي، يعني واحدة تكون بالطول واحدة تكون بالعرض. بالنسبة للأعمدة الموجودة بالبي للجي ماتريكس راح أدورها بدال الاتجاه العمودي راح تكون بالاتجاه الأفقي، راح تمثل لي صفوف في الـ H ماتريكس. يعني عدي العمود الأول 1 0 0، هذا راح أدوره وأنقله، فراح يصير عدي 1 0 0 أفقي. هنا عدي عمودي 1 1 0، راح يصير عدي هنا أفقي 1 1 0. العمود الثالث عدي 0 1 1، عمودي راح يصير عدي أفقي 0 1 1، وهكذا لحد ما أخلص ظني السبع بتات. فراح يصير عدي هنا سبع أعمدة بالـ H ماتريكس. الآن خلصت من الجزء الأول مليته، تبقى عدي الجزء الثاني الـ Identity Matrix، هو مجرد حشو، يعني عبارة عن مصفوفة قطرية، القطر أو الدايجنال مات أو حاد، والمثلثات الفوق والجوة أصفار. بمعنى آخر أنه المصفوفة اللي أنشأتها بالبداية اللي هي تمثل الجزء الأول الـ P هي اللي راح تحدد لي المصفوفة الثانية. هذه المصفوفة مجرد مصفوفة مربعة، يعني عدي بالبداية كانت هنا سبع صفوف، إذن لازم تكون هذه سبع صفوف، وبنفس الوقت لازم تكون سبع أعمدة لأنه هذه مصفوفة مربعة. إذن هذه المصفوفة هي تحصيل حاصل. هنا راح ننتهي من الفرع B، راح ننتقل إلى الفرع C اللي هو يريد من عدي الكود تيبل. بالحالة راح أحضر جدول فارغ بعشر أعمدة، لأنه عدي هنا length مات الكود الـ n small هي 10. أيضا أضيف إلى عمود للـ W أو الـ weight حتى تساعدني في حساب الـ minimum humming distance. ومثل ما اتفقنا سابقا انه الجزء الايسر من الجدول اللي هو خاص بالكي، هنا الكي عندي 3، اذا عندي 3 اعمده للديتا، هذا الجزء نمليه مسبقا بكل الاحتمالات، بما انه عندي بالديتا عندي 3 بتات، اذا راح تكون عدد الاحتمالات 8. الان كيف املي الجزء الايمن من التيبل واللي هو خاص بالسي كود؟ طبعا هذه الكودات السبعة تحتاج إلى معادلة من C1 إلى C7. هذه المعادلات نفس الطريقة السابقة ممكن أنا أحصل عليها من الـ P Matrix. على سبيل المثال الكود الأول راح يكون عندي فقط البت الأولى من الديتا تشتغل والبتات البقية اثنين مصفرة، فراح يصير عندي C1 عبارة عن الـ A1. بالنسبة للمعادلة الخاصة بالكود الثاني راح تكون عندي اي واحد زائد اي اثنين، اما الاي ثلاثة فتصفر ما تظهر عندي بالمعادلة مات السي اثنين. الكود الثالثة راح اشوف انه الصف الثالث من البي ماتريكس هو الاي صفر، اي واحد صفر، اي اثنين موجودة واي ثلاثة موجودة، فراح يصير عندي عبارة عن أي اثنين زائد أي ثلاثة والأي واحد تختفي، وهكذا بالنسبة للمعادلة الخاصة ببقية الكودات. استخدم هذه المعادلات الآن أملي بها الجدول. على سبيل المثال الصف أو العمود الخاص بالسي واحد راح أملي فقط من الأي واحد، يعني أنقل البيانات الموجودة بالعمود مات الأي واحد أنقلها مباشرة للعمود مات السي واحد، فصارت عدي أول بتات أربعة هن أصفارة، فراح تصفر عدي أول أربع بتات، ومن ثم أنقل لأني الأربعة أيضا عدي هنا أوحاد،
فأصبح عندي هذا العمود مشابه تماما لهذا العمود. بالنسبة للعمود الخاص بالسي 2 فلازم أنا أجمع العمود الأول والثاني من الـ data bit أو information bit، أجمع ذني العمودين أحصل على هذا العمود. وما ننسى أنه الجمع هنا binary، يعني modulo 2 راح يكون عندي 1 زائد 1 هو 0. أيضا بهذا الفرع يطلب من عندي قيمة T اللي هي number of correctable error bit، ولكن بطريقة أخرى غير الهامينج باوند، يريدها بالهامينج ديستانس يعني من خلال الجدول. الفورمولا أنا أعرفها هي انتجر هامينج ديستانس ناقص 1/2. المينيموم هامينج ديستانس ممكن أنا أحصلها من خلال الويت اللي هي نمبر أوف وينز كل وحدة من هذه الصفوف. هنا عندي عدد الأوحات 5، إذن الويت 5 اللي هي تعتبر طبعا مينيموم بين أذني كلهن. إذن راح أستخدم الهامينج ديستانس 5، راح يصير عندي انتجر 5 ناقص 1/2 أعطتني 2 بت. وذكراني بالفرع الأول أيضا من خلال الباوند أو المتراجحة حصلت على التي أيضا 2، هذا تطابق بين الفرعين. أدي المطلب الأخير بهذا السؤال، مطيني الانبوت مات الديكودر ويريد نعدي الكوركتد اوتبوت مات الديكودر. طبعا هنا حتى اوجد مكان الخطا لازم استعمل السيندروم اللي هو حاصل ضرب الباتي تشيك ماتريكس بالريسيفد فيكتور، وعليه راح ادور الريسيفد فيكتور من افقي الى عمودي حتى يتحقق عندي شرط الضرب اللي هو الانر دايمنشن مات الثنين المفروض تكون متساوية حتى أقدر أسوي عملية ضرب. فراح تكون الإليمنت الأولى هي حاصل ضرب الصف الأول بالعمود مات الرسيفر، إليمنت باي إليمنت يعني 1 في 1 زائد 0 في 0 الحد ما أوصل للإليمنت للبت الأخيرة. هذه بالنسبة للإليمنت الأولى بالسندروم. البت الثانية بالسندروم ممكن أحصل عنها عليها من خلال الضرب الصف الثاني بالفكتر ماتي، أما الصف أو السندروم الثالثة ممكن أن يحصل عليها من خلال الصف الثالث ويا الفكتر ماتي الرسيف فكتر، وهكذا. بعد ما أنتهي من إيجاد السندروم فكتر راح أقارنه ويا الH ماتريكس كلها، راح أشوف وين أكو تشابه. طبعا هنا يشبه تماما العمود ما قبل الأخير اللي هو العمود التاسع من جهة اليسار، وعليه فأنا رأسا أحكم أقول أنه هذه الفكتر اللي استلمتها بالإنبوت مات الديكودر بيها خطأ بالبت ما قبل الأخيرة اللي بت التاسعة، يعني هذه الواحد المفروض تنقلب إلى زيرو. مباشرة أنا أقول الكوركتد فكتر هي نفس الرسيد فكتر ما عدا البت التاسعة، أقلبها من 1 إلى 0